Marhaba. Ah, marhaba. Ismi Carson. Ma ismika. Ismi Elliot. Ah, Mumtaz. Tashrafna. Tashrafna. Tatakala mi an nafsika. Anna, me and Madina Portland, fi walak Oregon. Umri 17. Ah, Mumtaz. Anna Aidan min Portland, fi walak Oregon. Wa Anna Umri 17 sana. Anna Talib fi Madrasat Lincoln Athanawiya. Anna Talib fi Madrasat Lincoln Athanawiya. Mumtaz. Hel Tuscan ma a'ilatika? Anna Askon ma a'ilati. Fi a'ilati. Anna indi achi, ami, abi, wa kelbi ismuhu Aslo. Ah, enta dakarta kelbuka? Anna aidan andi kelb. Ma kelbuka ismuhu? Ah, ismuhu Fido. هل تساعد في بيتك في العمل المنزلي؟ نعم، أنا أغسل غرفة نومي وغرفة عائلة. تريد أن تذهب إلى غرفة موسيقية؟ نعم، أنا أحب على البيانو. ذكرت موسيقى، تتكلم عن هوايتك آخر؟ نعم، أنا أحب أن أركض كل يوم وأيضا ألعب لعب في الفيديو. ممتاز. ما هوايتك المفضلة؟ أنا أحب موسيقى كثيراً. أنا بدأت أن ألعب البيانو في مدرسة الابتدائية. ممتاز. أريد أن أصبح مشهور وأعزف بيانو في المستقبل. ممتاز. تريد أن تبدأ فريق موسيقي؟ نعم. Altaks Mumtaz al-yom. Anjad? Nam. Altaks mushmes wa mo'atadel. Altaks mushmes wa barin. Anna lahim. Elliot, ma taks tufadl? Anna ufadl taks mushmes bahar kathiran. Anna afham, walakin ufadl mo'atadel, altaks mo'atadel, lianani uhib an arkad amduma altaks mo'atadel. Takarit al-rakid. كم تأكل كل أسبوع؟ أنا أكل كل يوم بعد المدرسة وأيضا دائما قبل المدرسة. أنا أحب أن أكل لأنني أشعر سعيد وصحي. أنجاد؟ نعم. أنجاد. هل تمارس الرياضة؟ نعم. أنا أحب أن ألعب الكراس وفي نهاية الأسبوع أنا أحب أن أتزلج على جبال هود. ممتاز. كم تتزلج كل شهر؟ أنا أتزلج واحد أو اثنين مرات كل شهر. كم حصة تأخذ في اليوم؟ وما هو الموضوع المفضل لديك في المدرسة؟ أنا عندي حصة 4 وأنا أفضل صف الإنجليزي وصف اللغة العربية بسبب كم لغة تتكلم؟ أنا أتكلم لغتين إنجليزي وعربي. وأنا أيضا أنا أتكلم لغتين، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. ما هو الموضوع المفضل لديك في المدرسة؟ أفضل الرياضيات لأنني أحب أن أتعلم عن الرياضيات. مع صديقي إليوت. مع السلامة أكارسكين. أحب أن أتكلم. ممتاز.